من مكتب بغداد. مكتب بغداد. تروح. اليوم رجعنا ورجعنا بقوة، لأنه خلال فترة انقطاعنا عن العراق الشقيق كان في تطور ملحوظ لصناعتنا الأردنية. احنا اليوم نصدر لحوالي 140 دولة في العالم. احنا السوق الأمريكي على سبيل المثال أكبر أسواقنا، احنا مصدر لأوروبا، مصدر لكثير من الدول حقيقة. مرة ثانية بدي أقول لك أنه التجارة البينية بين الدول المتجاورة دائما وابدا بتكون هي الاكثر. جاءت مشاركه الاردن في تنظيم هذا المعرض انعكاسا للعلاقات التجاريه والاستثماريه العميقه حقيقه، حيث وصلت الاستثمارات العراقيه في الاردن لما يزيد عن 12 مليار دولار في مختلف القطاعات ذات القيمه المضافه العاليه، ايضا الصادرات الاردنيه الان تجاوزت حوالي 670 مليون دولار الى السوق العراقي، ونطمح من خلال هذه الفعاليات الارتقاء الى مستويات اعلى في العلاقات التجاريه والاستثماريه بين الأردن والعراق الشقيق. من المتوقع المشاركة أكثر من 95 شركة أردنية في مختلف القطاعات الصناعية في الأردن، وتطمح هذه الشركات بزيادة الصادرات الأردنية إلى السوق العراقي لما تتمتع من هذه المنتجات من حقيقة من جودة عالية. كان الإقبال واسع، والبضاعة اللي موجودة بالعرض يعني بضاعة ظاهر البضاعة العالمية جدا رائعة وممتازة، والأسواق العراقية حاليا منفتحة على البضاعة الأردنية بشكل كبير يفرق عن السنوات اللي راحت. يعني إذا تشوف البضاعة الأردنية منظفات أو ملابس يعني طغت كلش على الأسواق العراقية. هناك عادي مش طالع لتحت هذا، اشيله هذا؟ لا لا خليه على راحته. ان شاء الله ان شاء الله. الان بستسلم. شكرا.